أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: من المسؤول عن صلاح الأسرة؟ هل هو الأب القائم بجلب الرزق أم الأم ربة البيت؟ كلاهما مسؤول عن الأطفال في البيت وتربيتهم، الأب والأم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا خطاب للأبوين، للأب والأم، لا سيما إذا كان الأب غائبا، فالأم تقوم مقامه وتتعاهد الأولاد. نعم.